الحرية للجميع كما كنا أيام شدتنا نقول الحرية في الجامعة وغير الجامعة للجميع. اليوم أكثر من أي وقت مضى ينبغي أن نؤكد أن الحرية للجميع ولا مجال للاستبداد مجددا في تونس. لا للانقلاب، نعم لاستكمال الانتقال الديمقراطي. حرية، هوية، جامعة وطنية وغيرها من الشعارات رفعها شباب النهضة بالجامعة في مؤتمرهم الأول، تعبيرا منهم على دورهم الفاعل في المجتمع وخاصة بالجامعة. هذه أمانة في أعناقكم أيها الشباب، أن تحافظوا على هذا الميراث، ميراث الشهداء، ميراث الدماء، أجيال لاقت ربها ليست من الإسلاميين فقط، من الإسلاميين واليساريين والقوميين وكل الاتجاهات، كلها ناضلت من أجل أن تكون تونس حرة. فينبغي أن تظل تونس حرة وللجميع أيضا وليست لفئة من الفئات. هذا المؤتمر يعني جاء ليعبر عن إرادة لدى شباب حركة النهضة بالجامعة على أنهم مكون من المكونات الأساسية لهذه الحركة ولنضالات هذه الحركة، ورادوا اليوم أن يعبروا أن لهم دور حقيقي وأساسي ليس فقط في الحركة وإنما في الجامعة وفي البلاد. احنا راهو من إطارنا كشباب، كما تعرف أنت شباب لازم يعني في المجتمع، يعني ما غير شباب ما يصير حتى شيء في المجتمع، أكثر فينا كلنا شباب في الإعلام في السياسة كل شيء. احنا نحاولوا نطار نتاعنا منظورنا اللي راهو نجمو نخدمو شوية برك من السياسة. المؤتمر تم بحضور عدد من الوجوه السياسية والشخصيات الأجنبية التي قدمت لدعم هؤلاء الشباب وحثهم على إبراز وجودهم الفاعل. المؤتمر هذا حدث وطني كبير يندرج ضمن سياق إعادة بناء الحركة الطلابية لتقوم بالأدوار نتاعها. حبينا نحييو هذا الشباب الطلابي لأنه كما يقال إذا كان الشباب هو طليعة المستقبل فإن الطلاب هما طليعة الشباب. احنا جينا للشباب هذوما باش نشجعوهم على أنه يقوموا بأدوارهم المطلوبة في الجامعة أولا من أجل أن تكون فعلا منارة علم، ولكن أن تكون أيضا قلعة للنضال وقلعة للوعي السياسي. شباب النهضة بالجامعة استغل هذه الفرصة لإبراز دوره الفاعل في البلاد وفي الجامعة في عرس احتفالي جمع قيادات وسياسي حركة النهضة الذين ساهموا في دعم الشباب وتشجيعه.